شهدت مدينة المكلا عاصمة حضرموت اختتام دوري فقداء حي السلام الرمضاني لكرة القدم برعاية كريمة من التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت الساحل، وأسدل الستار عن دوري فقداء حي السلام الخماسي لكرة القدم المقام بنسخته الثانية وسط حشود جماهيرية غفيرة على ملعب الفقيد مجدي با مهري بمدينة المكلا، والذي يضم فئتي الشباب وكبار السن. وقد اختتمت منافسات الدوري بتجويج نجوم بصعر بطلا لفئة الشباب، فيما حل عيال جدة وصيفا للدوري، كما توج نجوم راموس بطلا لفئة كبار السن، فيما جاء نجوم المحلة وصيفا. والذي دام من الرابع من شهر رمضان المبارك واستمر الى هذا اليوم 22 من رمضان لهذا العام. بالحقيقه كان يعني دوري ممتاز جدا، ودفاع عن شباب حي السلام وجميع عمال المحلة، كان دوري متميز واستمر بهذا التكريم والحاشد. ان شاء الله تعالى ستستمر وتتواصل مثل هذه الفعاليات مع الشباب، وهذا شيء يخدم الشباب ويخدم هذه اللعبه وهذا المجال. نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسلام عليكم. والله التنافس كان ممتاز صراحه، والفرق كلها تشرف ما شاء الله عليها يعني، وكان دوري حلو ممتاز يعني. والله نشكر جميع القايمين، ان كان من لجنه الضباط وسامة باجبير وصلاح حضرموت خاصة، نشكر كل من نظم في البطولة هذه. تستمر هذه الفعاليات، ليست موسمية وليست رمزية، هذه بتستمر بإذن الله تعالى، تأهيل الشباب، حفظ الشباب، وفعلاً نبني شبابنا هنا حقيقي يعني، بدلاً تفضل وتشرذم وبلاء وهكذا. نشكر القائمين على هذه البطولة التي تقام في منطقة حي السلام، تمام، ونشكر الداعمين الذين يقومون بدعم الشباب، ونحن فاتحين المجال لكل الكيانات السياسية أن تدعم الشباب في مثل هذه الأنشطة الرياضية الرمضانية. نبارك لأبناء حي السلام المكلا هذا العرس الجماهيري الكروي الكبير، التي هو مواصلة لما قام به التجمع اليمني للإصلاح في دعم الشباب الرياضي، حيث أقام عدة أدوار في الشرج وفي يعني في مديرية المكلا، في الشرج وفي باعبود وفي المكلا، وفي العيد سوف يتم إكمال المرحلة، كذلك في دوري الوفاء سفراء الوفاء في قاعة أو في ساحة القرار قرارنا، دعم كبار اللاعبة. والآن اليوم يوم الافتتاح لدوري سفراء الوفاء لحضرموت، وهذا يوم الاختتام لدوري شهداء حي السلام. فنبارك في هذه اللحظة اختتام هذا الدوري، وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى من الأخوة القائمين على النشاطات الرياضية، سواء كانت التجمع اليمني للإصلاح أو أي تيار آخر، أن يواصلوا دعمهم للشباب، فالشباب محتاج لوقوف الكثير من القوى والكثير من التجار والكثير من المنظمات المجتمع المدني وكثير من له حب لهذا الكرة المستديرة. فنحن هنا نقول أهلا وسهلا بمن أتى إلى الشباب ومد يده للشباب، فالشباب لا يعرفون أي تيار ولا أي لا يقفون ضد أحد، فالشباب مع من يخدم البلاد. فهنيئا مرة أخرى وأخيرا لكل من قام بهذا الدوري، وشكرا للتجمع اليمني للإصلاح. نشكر هذه اللجنة الطيبة من التجمع اليمني للإصلاح لهذا الدوري وتنظيمه، وحسب ما شفنا الشباب الآن كلهم سعداء بهذه النتائج. إن شاء الله أتمنى أن يدوم هذه الاحتفالات من عام لعام إن شاء الله بإذن الله.